مارين لوبان قالت إنها مستعدة لهذه المناظرة وهي هادئة لخوضها. وحاولت لوبان التركيز خلال الفترة الماضية على موضوع القوة الشرائية بدلا من الهجرة المفضل لديها لإقناع الفئات الشعبية، ووصفت نفسها بطائر الفينيق الذي ينهض من رماده، مؤكدة ضرورة أن تغير الدولة اتجاهاتها في بعض السياسات. أنا مثل طائر الفينيق الذي ينهض من رماده، عدت إلى العمل وأعدت بناء الحركة التي كنت رئيسة لها. ذهبت على مقربة من الفرنسيين لخمس سنوات. لقد أعددت منصة شاملة للغاية وذات مصداقية، ولديها تمويل يمكن تنفيذها على الفور، لأنه من الضروري أن تغير الدولة الاتجاه لعدد معين من السياسات. لوبان أيضا تحدثت عن المناخ ونفت اتهام ماكرون لها أنها وأقصى اليمين لا يهتمون بالمناخ والبيئة بشكل عام، وأن مشروعهم في هذا الشأن ضعيف. لا أعرف على أي أساس يقول المرشح الرئاسي هذا الأمر. لم أكن أبداً من يشكك في المناخ. لدي مشروع يأخذ في نظر الاعتبار البيئة بشكل دقيق. كما ترون، ما تحدث به المرشح الرئاسي لا يستند إلى أي شيء.